أكثر من خبر وتصريح وأغنية طلعوا لكم يوم اللي فاتوا في مصر، وكلهم توجهت لهم نفس الاتهامات: انتهاك حقوق المرأة والتقليل من شأنها. نبدأها واحدة واحدة. الفنان حمادة هلال قبل أيام نشر على قناته على يوتيوب برومو أحدث أغنياته اللي كان ناوي يطرحها، واسمها الشرع محلي لأربعة. نسمع البرومو. بهدوء كده من غير صربع، أنا الشرع محلي الأربعة، يعني هعيش في دلع على طول، من أصل بموت قوي في الشخلع. كلمات الأغنية أثارت موجة جدل كبيرة وانتقادات مهولة لحمادة، ممن اعتبروها غير لائقة أبدا وفيها استخفاف بالمرأة وانتقاص من حقوقها، أو على أقل تقدير تحريض على تعدد الزوجات. وهذه الانتقادات وصلت لدرجة تقديم بلاغات ضده. بالتزامن مع الجدل حول الأغنية وكلماتها، كان في جدل سبب وخلاف على صاحب فكرة الأغنية، فالفنان محمد رمضان كان أعلن عن أغنية له تحمل نفس الاسم، ونشر فيديو من تصوير كليب الأغنية كمان. جامدين ومحدش زينا، والناس كلها بتحبنا، لو نفسك تبقى وسطنا محتاج تتعلم مننا. الحب شخلع شخلع، والبت شمعة مولعة، من يومها دي متدلعة، والشرع محل الأربعة. ودي ودي سواء جت في أغنية لحماد هلال أو أغنية لمحمد رمضان، موضوع الأغنية قلب الدنيا انتقادات. خلونا نشوف عينة من ردات الفعل على الأغنيتين. الانتقادات ما وقفت بس على مواقع التواصل، فوصلت حتى لشاشات التلفزيون، ومن أبرز من انتقد الأغنية الشيخ خالد الجندي في برنامجه لعلهم يفقهون، وهدد برفع الأمر للقضاء والأزهر، لكن من دون ما يحدد اسم الفنان. المطرب الشعبي لما يدخل في الدين لازم يبقى حذر ويعرف أن دي ثوابت لها كرامتها، فبقول له يا مطربنا يا شعبي اسحب أغنيتك، وإلا هنضطر إن إحنا نقاضيك أو نرفع شكوانا إلى الله ثم إلى الأزهر ليرى ما يراه مناسبا، لأن إحنا الحقيقة رافضين الزج بالشرع الإسلامي في أغنية من أغانيك بهذه الطريقة. يا ترى الأغنية قالت إيه وكلمات الأغنية قالت إيه؟ كلمات الأغنية قالت كلام أنا شخصيا شايفه كلام بشع. ممكن واحد متحضر زي حضراتكم نيته صافية وقلبه مرفرف وأخلاقه عالية يشوف الأغنية بطريقة تانية. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الفنان المصري حمادة هلال. أهلا فيك معنا يا حمادة، زعلت كثير ناس منك بهذه الأغنية. إزاي حضرتك وأهلا بيكم. وطبعا يعني أنا عايز أقول لك الغنوة أصلا مش كده، يعني الموضوع فيه في حاجة يعني حصلت غريبة على الغنو. يعني لو أنا أبدأ لك من الأول خالص، أنا عمري في حياتي، أولا في تاريخي في شغلي في حياتي كلها، من أغاني حتى أغاني دينية حتى أغاني أفلام مسلسلات، أنا عمري في حياتي ما أخسر جمهور كبير من الستات. أنا مش بهذا الغباء خالص عمري أولا، يعني وما أقدرش حتى جمهور، ما أقدرش أزعل مراتي، ما أقدرش أزعل أختي، ما أقدرش أزعل يعني لو كانت أم عايشة الله يرحمها ما أقدرش أزعلها، الله يرحمها، لأن أنا عارف الموضوع ده يزعل أي ست. أنا الرسالة بتاعتي في الغنوة دي، وطبعا ما كنتش حابب اللي أنا أحرق، إن الموضوع مش قصة هو فعلا الشارع محل الأربعة. طبعا انا جاي لك في الموضوع الثاني بتاع اللي قاله الشيخ خالد الجندي، بس انا اقول لما جات لي الغنوه كغنوه الشارع حل اربعه، طب تمام، يعني انت هتقدر تعدل ما بينهم؟
هي قصة كبيرة، الموضوع جوه قصة تانية خالص، إن أنا واثق إن بعد ما يسمعوا الستات يعني هيسمعوها لرجالة أكتر طول الوقت. يعني هيبعتوها مسجات لجوازاتهم أو أي حد بيفكر يتجوز أربعة، الموضوع كبير جدا أساسا، يعني الواحد يحمد ربنا إن هو متجوز واحدة. طب إيش كانت يعني بقية كلمات هو أيوه يعني واحدة وكفاية يعني، بس إنه إيش كانت بقية الكلمات اللي بتقول عنها؟ يعني انت احنا سمعنا البدايه، ايش بقيه الكلمات؟ اللي حصل انا جاي لحضرتك في حاجه، انا اللي حصل ان انا غنيت الجزء ده ما كملتش، كنتش لسه بعدل الكلمات، غنيت اللي هم ال 20 ثانيه اللي نزلوا للاسف في السوشيال ميديا، وانا اللي اترفعت عندي كل ما هو لان انا في كلام فيها يتغير، انا في عندي كلمه اسمها الشيخ العادي انا كنت ناوي اغيرها اصلا، انا كنت في احنا دايما بنعمل ايه؟ قبل ما بنغني اي غنوه بنعمل جايد كده ونقعد نغير ونشوف اني مخارج الفاظ كويسه واني كلمه تليق بالواحد. فاللي حصل ان الغنوه دي مش هقول اتسربت قد ما انا كنت انا الغنوه قلت لهم يا جماعه في تعديل تاني بيحصل، هم نزلوا بال20 ثانيه اللي عملت الضجه دي. بس هي نزلت من حسابك. ما هو ده اللي حصل، تخش على حسابي مش هتلاقيها خالص قبل ما حتى الشيخ خالد الجندي يتكلم. ايوه بس مين اللي نزلها؟ فريق عملك يعني؟ انت بتقول انه نزلوها من غير رضا؟ فريق عمل ينزل لان لا ان محمد رمضان نزل حاجه اسمها شرح حمل الاربعه، وانا مش ضد محمد رمضان، انا محمد اخويا وما عنديش مشكله خالص ولا في اي مشكله، وناس بتقول خناقات ما بينهم، انا عمري ما اتخانق مع زميل ليا ولا عمري افكر ان انا ازعل حد مني، ولا حد لو حد زعلني ياما ليا صحابي كتير خدوا مني اغاني انا عاملها وطالع عينيا فيها وما رضيتش اعمل حاجه، ولا رضيت احرقها لهم ولا رضيت اعمل، قلت خلاص ربنا يعوضني خير. فلما حصل وشفت الجدل ده رحت شايلها، لما سمعت بقى من الشيخ لقيت الاستاذ هاني شاكر بيكلمني امبارح، والشيخ خالد الجندي كلمني امبارح في التليفون، وحتى انا رديت عليه قلت له كلمه بكل امانه يعني بصراحه، يعني هو الراجل مشكور ان هو طبعا يعني يوجهنا كراجل عالم دين ان احنا الكلام ده بنقول غلط وبنقول صح في كلام، بقى ده احنا دخلنا في قصه ثانيه. لا انا لما قالوا لي ان انت كلمه شارع محل اربعه في غنى في اغاني فعلا عملت كده، كلمت المؤلف قلت له دلت الكلمه دي خالص، ايوه مش عايزه، لان خلاص طالما الموضوع دخل. ندمان حمادة؟ لا مش ندمان، مش هدلت الغنوة، الغنوة ما زلت رسالتي في الغنوة ما زلت هعملها. يعني المسج اللي بيتعمل في الغنوة اللي أنا عمري في حياتي ما أجرح أي ست أبدا موجود في الغنوة. يعني هتشيل شخلعة وهتنزل إنه عادي الشرع يحل الأربعة. أنا كده كده أصلا كلمة الشخلعة دي أصلا أنا كنت مش موجودة. لكن كلمة الشرع بحل الأربعة كانت موجودة، بس لما عرفت إن هي فأهل الفقه قالوا لا بلاش لازم احترمهم، لو انا ما احترمتهمش يبقى انا يعني استاهل اي حاجه تحصل لي. لا وطبعا انا كان عتابي قلت له حضرتك انت لما كلمتني في التليفون من غير ما تتكلم انا كلمت المؤلف قلت له شيلها، اكتشفت ان هو كان طلع على التلفزيون، فيعني كان كلمتي اللي انا قلت له يعني يا ريت كان الكلام ما بيني وبينك، يعني النصيحه تبقى ما بيني وبينك غير مع على الهواء، وطبعا انا بشكره وما فيش مشكله وبقبل النصيحه ومش عايز حد يبقى زعلان مني. برضه برجع اقول لك الناس اللي فاهمه او الستات، انا عمري في حياتي خالص انا بالنسبه لي امي الله يرحمها، مراتي، اخواتي، كل ست موجوده على الارض دي تتشال فوق الراس، وعمري في حياتي ما اجرحهم. طيب. لان انا طول الوقت انا دي شغلتي يعني وده الناس عارفه تاريخي كويس وعارفه حماده هلال بيعمل ويعني والنساء يعني. طبعا جزء كبير من جمهورك اصلا بشكل عام. طبعا انا مش بالغباء اللي انا اخسر الناس دي خالص، لا ان شاء الله اسمعوا الغنوه قريبا. طيب وانا واثق ان انتوا الغنوه دي هي اللي تعجبكم اكثر من الرجاله. حنشوف وقتها يا حماده وخلاص والله حنطلعك معانا وهقول لك رايي بصراحه اذا عجبتني ولا ما عجبتني. استخدمتها مع زوجي ولا ما استخدمتها؟ هقول لك. والله لا تستخدميها، ده انت تبعتي له في كوبليه مهم هتتبعت مسجات لكل اللي بيفكر بس. نحن في الانتظار، كان معنا من القاهره عبر الهاتف الفنان المصري حماده هلال، شكرا لتوضيحاتك معنا.